بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهاردة اسمها كي بارد. المسألة بكل بساطة بيقول لك ان في شخص مش بيشوف، تمام، كتب مجموعة حروف، تمام، اللي هي ايه؟ اللي هم دول. اذن هو كتب مجموعة حروف بالمنظر ده، تمام. بيقول لك هو هيديك حرف لا اما ال لا اما ايه لا اما ار. ال لو انت واقف على حرف وهو اداك حرف ال كده، انت هتروح ناحيه الليفت وتطبع الرقم او الحرف اللي الليفت على اللي انت واقف عليه، والرايت كذلك. طبعا ما انتش فاهم، هقول لك اهدى عليا وانا هفهمك. اول حاجه احنا هناخد دي اهي، كنترول سي، تمام، بالمنظر ده، وهنفتح النوت باد الجميلة بتاعتنا اهي. ده السترينج اللي هو كتبه، مجموعة حروف زي ما انت شايف، تمام. ده الايه؟ السترينج اللي هو كتبه، تمام. وهو هنا دخل لك ايه؟ انبوت. ايه هو الانبوت ده؟ الانبوت ده بالمنظر ده اللي هي ار وسترينج، تمام. هو عاوزك تعمل ايه؟ بيقول لك انت هتاخد حرف، اول حرف، حلو، هتشوف هو موجود فين هنا، تمام. الاس خدته اهو، موجود فين؟ موجود اهو هنا اهو، حلو، تمام. هتطبع ايه؟ يا اما هتطبع اللي قبله يا اما اللي بعده، اللي هو ليفت ورايت، تمام. هو حرف ايه هنا؟ الار، يبقى رايت. اذا الاس، تمام، هتطبع الرايت بتاعها اللي هي الدي. تعالى نشوف. لا طبعا الايه. طب نرجع تاني كده، طبعا الايه اللي قبليها. اذا خلينا بقى نقول الرايت، الرايت لو انت رايت اهو، احنا فين؟ احنا في الاس اهو، الاس اهي. اذا تتبع الرايت هتتبع اللي قبليها. طب الليفت هتتبع ايه؟ هتتبع اللي بعديه. هتقول لي رايت ازاي وتطبع اللي قبليها؟ هقول لك الرايت ممكن يكون الرايت بالنسبه لك انت وانت باصص للايه؟ للكلمه ديت، يعني انت وانت باصص للكلمه ديت الرايت بالنسبه لك ديت، يعني الاس اهي بالنسبه لك الرايت ديت. لكن بالنسبه للاس لو انت وقفت مكان الاس، الرايت بالنسبه لها الايه؟ تمام؟ اذا احنا هنا اهو الاس، تمام؟ رحنا شفناها في السترينج موجوده فين؟ في السترينج ايه؟ موجوده فان، تمام. شفناها موجوده فان اهي. بدانا نشوف الحرف اللي مدوها لنا، مدينا ايه؟ حرف الار اللي هو الرايت، الرايت للاس اللي قبليها. اذا طبعت ايه؟ تمام. نروح على السيمي كولوم، السيمي كولوم فان اهي، رايت برضو، الار دي ثابته دايما. اذا هطبع اللي قبليها اللي هي ال. طب ناخد السيمي كولون اللي بعديها برضه هتكون ال ال، لان رايت قبلها ال ال، وهكذا. او اول حاجه طبعا اول، اي لو رحنا هناك هنلاقي ايه؟ اول. او خلينا ناخد اليو كمان اهي، اخر حاجه ناخد اليو برضه عشان الناس تكون مصدقه. اليو فين؟ اليو هنا، اليو هنا، اليو هنا اهي، والرايت اللي هي اللي قبليها الواو. اذا ايه؟ طبع واو اهي، واي فعلا، وهكذا لغايه الاخر. اذا انت معاك سترينج اهو ثابت، تمام، وبيديك حاجتين، الار او ال دي اللي هتكون ار ل ال، حاجه من الاثنين، تمام. كل اللي بتعمله بتاخد من السترينج اللي هو مديهولك الحرف بتاعك، حلو، بتاخد حرف حرف وتروح تشوفه هو فين هنا في السترينج. لقيته بتطبع بقى ايه؟ لو هو رايت تطبع اللي قبله، لو هو ليفت تطبع اللي بعده، تمام. في مشكلة؟ أظن ما فيش أي إيه؟ ما فيش أي مشكلة. جميل. هنروح دلوقتي على المسألة. المسألة اسمها إيه؟ اسمها كيبورد، كيبورد أو كيبورد، لأ كيبورد، تمام أهي. تمام. الحل بيقول إيه بقى؟ بص معايا. بكل بساطة أنا أول حاجة هعمل سترينج، عندنا اس واحد اللي هو ده السترنج اللي هيكون عندنا، اللي هو مدونا في المساله اهو، هناخده اهو اللي هو ده،
تمام، اللي احنا نقلناه هنا عشان ناخده بقى ايه، ناخده على بعضيه مره واحده اهو، ونيجي هنا اهو نحطه. حلو. وعندنا اس 2 ديت اللي هي هناخدها من الايه، من الام، تمام. وعندنا اس 3 ده اللي هيكون السترنج اللي النهائي اللي هينطبع، اللي هو ايه، اللي هو السترنج ده. وعندنا تشار اللي هو بتاع الحرف ده. حلو قوي. عندنا تشار ال ار، هنخليه ال ار يا اما ليفت يا اما رايت. تمام. اول حاجه هعمل ايه، هستقبل التشار او سي ان ال ار. في مشكله؟ مفيش مشكله. وهنستقبل ايه، السترنج الثاني او سي ان، انا جايبها على طول اهي اس 2 كده. احنا استقبلنا، بص معايا اهو، الار او ال اللي هو ليفت او رايت والسترنج بتاعنا. حلو. نعمل ايه، فور لوب اهو، فور هقول له انت اي ايكوال 0. الاي اقل من ايه، اقل من، هنمشي على السترنج بتاعنا الثاني اللي هو مديه لنا اس دي دوت سايز، هجيب السايز بتاعه واقول له اي بلس بلس. حلو. في مشكله؟ ما فيش مشكله. كده احنا مشينا ايه على السترنج بتاعنا. هو في الحاله اللي احنا فيها ديت اهو، هاخد دول اهم عشان برضو ايه يكونوا قدامكم اهي. بالمنظر ده. حلو. اهو الار اللي هي الار والاس 2 اللي هي ديت. جميل جدا. هنبدا ناخد ايه، ناخد حرف حرف ونشوف هو موجود هنا فين. حلو قوي. اول حاجه انا هاخد اول حرف، مش ده طبعا اندكس 0 1 2 3 4 5 6 لغايه الاخر. تمام. انا بادئ بالايه، بادئ بالاي بي 0 اهي، فانا هاخد ايه اول حرف الاس. عاوز اشوفه هنا موجود فين. عندي فانكشن مهمه جدا اسمها ايه، هقول له الاس 1 دوت فايند، هات لي منه او اوجد لي منه او سيرش فيه على ايه، على الاس 2، مش دي الاس 2 اللي احنا خدناها، هقول له اس 2 اوف الار. دي معناها ايه، معناها هنا بيقول لك اس 2 في الار، يعني هات لي من السترنج ده اندكس اي اللي هو 0 اللي هو ده. اذا ديت مكانها ايه، مكانها اس. تمام. اس 1 دوت فايند اس، فهيروح في اس 1 اللي هو السترنج ده. دوت فايند اعمل لي، دوت فايند اعمل لي سيرش عن حرف ايه، عن حرف الاس، فهيروح يلاقي الاس هنا. هيرجع الاس؟ لا، ده هيرجع الاندكس بتاعها كده. ايه فايند بتعمل ايه، فايند بتاخد حرف. اللي فايند بتعمله عشان الناس تكون مركزه معايا، فايند بتاخد حرف وبتروح تسيرش بيه في السترنج اللي انت مديه لها. انا مدي له السترنج ده، قلت له اوجد لي الاس اللي هو اول حرف، فراح هيشوف ده اندكس كام؟ ده المفروض اندكس كام؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. خلينا هنا نعمل ايه؟ سي اوت. سي اوت ايه؟ خلينا نعمل هنا انت اندكس ايكوال، نقول هنا ايه؟ سي اوت اندكس اهو. المفروض اول واحد اللي هي الاس تكون كام؟ تكون 11. نرن كده وخلينا ناخد دي اهي، او خلينا ناخدها من هناك على طول اهي بقى وخلاص اهو. بص معايا، اول حاجه جه ايه، 11. السيمي كولون لو انت رحت تلاقي اندكس ايه، اندكس 19. السيمي كولون تاني اندكس 19. اليو اندكس 6. الاندكسات دي موجوده فين؟ اللي موجوده في السترنج ده. اذا بديله الحرف بيروح يشوف هو اندكس كام هنا. حلو. انا عاوز الاندكس ليه؟ عشان اقول له هنا ايه، اف. اف ايه بقى؟ والله لو ال ار اللي احنا خدناها ايكوال 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 بقى ايه؟ ايكوال ايكوال ار. احنا قلنا لو هو ايكوال ايكوال ار هنعمل ايه؟ هقول له السترنج بتاعتي بقى اللي انا هطبعها اللي هي اس 3 او اس 3 بلس ايكوال. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. احنا قلنا الار لو ال ار الحرف اللي هو مدخله لنا بيساوي الار. تمام. الاس احنا قلنا ايه، هنلاقيها هنا
هو راجع الاندكس بتاعها. احنا عاوزين نطبع ايه دي ار يعني رايت، نطبع اللي قبليها. اذا هننقص من اندكس كام؟ هننقص من اندكس واحد. اه هنقول له ايه اس 3 بلس ايكوال الاس 1 اوف الاندكس ناقص 1. طب إلس إلس كده إلس أنا عاوز أطبع إيه؟ أطبع اللي بات الإس، يعني معناها الإندكس بتاع الإس، إذا هزود الإندكس واحد. هاخد دي هي هيها وأقول له إيه؟ بلس 1. أول ما يخلص الفور هيطلع لنا الإس بتاعتنا، الإس سي بتاعتنا، الناتج النهائي هطبعها في إيه؟ هطبعها في الآخر. رن كده؟ رن. مفيش مشكلة، ممكن ناخد example copy اهو اهو all وهي الكلمة اللي بعديها. تمام؟ في مشكلة؟ ما فيش أي مشكلة خالص، الموضوع سهل وبسيط. هعمل submit control v submit accepted، ما فيش أي مشكلة وكله تمام 10 على 10. أتمنى يا جماعة يكون الفيديو واضح، لو في أي حاجة مش واضحة أو مش مفهومة تواصل معايا، حسب لك لينك الفيسبوك ولينك الانترنت تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.